واش عارفين شنو كيعجبني في الوصفة ديال اليوم؟ بزاف ديال الحوايج الصراحة، منها انها سهلة واقتصادية وكتبان راقية، ولكن في الحقيقة كل مكوناتها بسيطة جدا، وغالبا مكوناتها موجودة عندكم دابا. اليوم غادي نصايبو البانكيك، غادي نوريكم كيفاش نصايبو العجينة وبعض الافكار ديال التزيين. الى عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، الى اول مرة غادي تكتشفوا القناة ديالي نزلوا واشتركوا، ويلا نبداو الوصفة. كاينين بزاف ديال الطرق باش تحضروا البانكيك، ولكن الطريقه اللي جبت لكم اليوم هي طريقه سهله وسريعه التحضير. بالنسبه للمكونات اولا المقادير، غادي نحتاجوا 3 معالق كبار ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده، غادي نحتاجوا البيضه كامله بيضه متوسطه، غادي نحتاجوا 250 مللتر ديال الحليب، غادي نحتاجوا كذلك 200 غرام ديال الدقيق. الدقيق يكون خاص بالحلويات من الاحسن ويكون مغربل. غادي نحتاجو كذلك معلقة صغيرة ديال نكهة الفانيلا، تقدروا تنسمو باش ما بغيتو. غادي نحتاجو كذلك معلقة كبيرة ديال العصير ديال الحامض، غادي نوريكم من بعد شنو غادي نديرو به. غادي نحتاجو كذلك الخميرة الحلويات اولا البيكان باودر، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وغادي نحتاجو كذلك المعلقة كبيرة ديال الزبدة اللي كنشدوها وكنديروها كدوب فوق النار وكنستعملوها. فهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضرو البانكيك. بالنسبه للمرحله الاولى، كناخذوا شيء اناء اللي كيكون عميق، كنديروا فيه 200 مللتر ديال الحليب، كنضيفوا ليه معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. فالغرض من هذه المرحله هذه هو ان داك الحليب كيتكتل شويه كيولي بحال الجبن، وهذه المرحله هذه كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع صراحه للبانكيك. غادي نحرك داك العصير ديال الحامض مع الحليب مزيان حتى كيبان ليا راه بدا الحليب كيتكتل، ومن بعد كنكملوا طريقه التحضير. غادي نضيف بيضه كامله، وغادي نرجع نحرك المكونات حتى كيتحركوا مزيان، حتى كنحس بلي ان البيض والحليب تخلطوا مزيان. من بعد كندوز باش كنضيف باقي المكونات. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، من الاحسن انكم تستعملوا الزبده الحيوانيه لان كيكون المذاق ديالها زوين عكس الزبده النباتيه. ولا ما كانتش متوفره عندكم بالزبده، تقدروا تستبدلوها معلقه ولا 3 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، مثلا بحال الزيت ديال الذره اولا شي زيت اللي يكون المذاق ديالها خفيف، ما يكونش المذاق ديالها مجهد. غادي نضيف النكهه ديال الفانيلا. بالنسبه للتنسيم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا تنسموا باش ما بغيتوا، يعني تقدروا مثلا تضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، كما انه يمكن لكم تضيفوا قشور ديال الحامض اولا قشور ديال البرتقال، حتى هما كيعطيو واحد المذاق اللي هو مميز. غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال السكر الخشن اولا السكر سنيده، بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، كتنقصوا وتزيدوا كما بغيتوا. غادي نضيف 200 غرام ديال الدقيق، بالنسبه للدقيق كتغربلو قبل ما تضيفوه باش ما يتكتلش لينا وسط الخليط ديالنا، ويجيكم الخليط ديال الكيك فيه تكتلات ديال الدقيق. ومن الاحسن انكم تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات هكا باش تضمنوا يعني نتيجه زوينه. ضفت القبصه ديال الملحه، يعني واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه، صافي. وكنحرك جميع المكونات حتى كيندمجوا مزيان، كنعطيو واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق هكاك ديال التحريك باش نتاكدوا بان المكونات كاملين اندمجوا مع بعضياتهم، وداك الدقيق تخلط وما بقاش عندنا الدقيق مكور. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني غير معلقه صغيره فقط، ما كنكثروش، وكنستمروا في التحريك حتى كتندمج لينا الخميره مع باقي المكونات، وكنحصلوا على خليط ديال بانكيك متجانس هكا نقي، وما فيه اي تكتلات وما فيه حتى شي حاجه. صافي كنحطو على جنب تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وغادي ندوزو باش نبداو نطيبوه. بالنسبه للطياب ديال البانكيك كنحتاجو المقله، من الاحسن تكون غير لاصقه، الا جبتها كانت عندكم مقله اللي كتلصق ما كاين حتى شي مشكل، ما عليكم الا انكم تدهنوها بواحد الرشه خفيفه ديال الزيت اولا دهينه هكا خفيفه ديال الزبده، وكتبداو كطيبوا. بالنسبه للعافيه، العافيه من الاحسن تكون مهيده ما تكونش مجهده، لان الا جبتها كانت مجهده غادي تحرق لكم البانكيك ديالكم من التحت، وغادي يبقى باقي خضر من الوسط وما غاديش يجيكم زوين، يعني غادي يجيكم معجن. العافيه ضروري تكون مهيده. كنديروا واحد شويه ديال العجين ديال البانكيك وكنسرحوه هكا غير بيدينا، وكنوضعوا على النار. ملي كيبداو كيبان لينا هكا دار ثقوب هكا، وكنحسوا بلي ان البانكيك بدا كيتحمر من التحت، يعني كياخد اللون، يعني قابلوه راه دغيا كيتحمر، يعني دغيا كياخد لون تقريبا واحد 30 حتى 40 ثانيه حتى 50 ثانيه ملي كتكون المقله سخونه راه دغيا تياخد اللون. صافي ملي كنطلعوا عليه هكا كنشوفوا بلي انه خدا اللون اللي بغينا، وكنقلبوا البانكيك.
يعني الطريقه ديال الطياب ديالو راه سهله وما كتطلبش بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، تقريبا دقيقه تلت دقيقه ونص هكاك كتكون البانكيكه موجوده. والعافيه كما قلت لكم دائما تكون مهيله. انتما كما كتشوفوا بعد ما انا بنت لي البانكيك ديالي بلي انها خذات اللون المناسب، قلبتها على الجهه الاخرى وغادي نتسنى عليها تقريبا واحد 40 حتى 50 ثانيه حتى تحمر من الجهه الاخرى. صافي وكنحيدها. صافي كنكملوا البانكيك ديالنا كامل حتى كنطيبوه كامل. ودابا غادي ندوزو باش ندويو على طرق ديال التزيين. بالنسبه للتزيين دائما كان كما كنقول لكم كيبقى اختياري، ولكن ما فيها باس الا وريتكم بعض الطرق اللي تقدروا تقدموا به البانكيك لوليداتكم او للعائله ديالكم. فبالنسبه للطريقه الاولى او الطريقه الكلاسيكيه اللي هي انكم كديروا مربع ديال الزبده هكا في الوجه وكديروا عليها واحد جوج معالق حتى ثلاثه معالق كبار ديال العسل. فهذه الطريقه الكلاسيكيه باش كيتقدم البانكيك. ولكن كاينين بزاف ديال الطرق صراحه اللي تقدروا مثلا تقدموا بها البانكيك، هو انكم مثلا تقدروا تقدموا مع فاكهه طبيعيه مثلا مع البنان او العسل كما غادي نوريكم من بعد، او مثلا صوصات او لا صوص ديال الشوكولات صوص ديال الكراميل، داكشي كيبقى اختياري. يمكن لكم تفننوا وتزيدوا مثلا على العجين فواكه جافه، تقدروا مثلا تزيدوا شوكولات حبيبات حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع للبانكيك ديالكم. بالنسبة للبانكيك ولو انكم تكونوا مبتدئين في الطبخ يعني تقدروا تحضروه وغادي يبقى فطور زوين. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم، وكنضرب لكم موعد في حلقة مقبلة بحول الله. مع السلامة.